يوم 26 و27 مايو. نزولك بأعداد كبيرة مش بس رسالة للعالم إن المصريين بيستكملوا ثورتهم. في 25 يناير و30 يونيو. ومش بس رسالة للعالم إن المصريين فاهمين يعني إيه حقوقهم وواجباتهم وإنهم بدأوا مشوار الديمقراطية الحقيقية. الموضوع بالنسبة لك أكبر من كده بكتير. النهاردة اختيارك لرئيس الجمهورية لازم يكون على نفس مستوى المسؤولية، مسؤولية اختيار رجل بمعنى الكلمة انحاز للشعب المصري في أصعب ظروف مرت بيها مصر، غامر بحياته عشان مصر تعيش، ولما الشعب ناداله استجاب وقدر يلم المصريين على هدف واحد، نرجع بلدنا ونرفع شعار واحد: تحيا مصر، تحيا مصر.